أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل المسافة من جدة إلى مكة في هذه الأيام مسافة سفر يترتب عليها أحكام السفر؟ لا، تقاربت مكة وجدة، لم يبق بينهما مسافة خالية، لم يبق بينهما مسافة خالية من المباني تبلغ 80 كيلو، تقاربت فصار ما بين جدة ومكة ليس مسافة قصر بسبب تقارب بنيان البلدتين. نعم، كانت في الأول مسافة قصر، ما كانت مكة صغيرة وكانت جدة أيضا صغيرة وبينهما مسافة تبلغ 80 كيلو، فهي أو 100 كيلو، فهي مسافة قصر في الزمان السابق، لكن بعد تطور العمران واتساعه لم يبقى بينهما مسافة. نعم.